الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، طلابي أحبابي الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة الثانية التي بعنوان كان وأخواتها وإن وأخواتها. عرفنا أحبابي في المحاضرة الماضية أن لكل فعل فاعل حتما، ونبني على هذه القاعدة ونكملها فنقول: لكل فعل فاعل حتما إلا كان وأخواتها، فلها اسم كان وخبر كان، فليس لها فاعل، لذلك سميت أفعالا ناقصة، فلكل فعل فاعل إلا كان وأخواتها، فهي نقصت عن جميع الأفعال فلا يوجد لها فاعل. ماذا تفعل كان وأخواتها؟ عملها يستنبط من الآية: وكان الله غفورا. أصل الجملة مبتدأ وخبر، الله غفور، فدخلت كان، فبقي المبتدأ كما هو مرفوعا، وسمي اسم كان وكان الله. أما في قولنا الله غفور أصبحت غفورا لأنها خبر كان منصوب. إذن عمل كان وأخواتها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. إذن نحن لا نحفظ القاعدة حفظا، ولكن هذه القاعدة تستنبط من الآية الكريمة، فلو نسي الطالب القاعدة يأتي بآية يحفظها مثل هذه الآية ويستنبط منها القاعدة ويطبق على جميع الأمثلة التي تأتي بفكره أو بخاطره. مثال آخر: الولد نشيط. فلو أدخلنا كان أو إحدى أخواتها، ولابد للطالب أن يحفظ هذه الأخوات لأنها تتفاعل مع الكلمات التي بعدها كالتفاعلات الكيميائية، فمجرد أن يراها الطالب عليه أن يطبق القاعدة: كان، أضحى، ظل، بات، أمسى، ما دام، ما زال، إلى آخره. فلو قلنا الجو ممطر مبتدأ خبر، فلو أدخلنا ما زال نقول: ما زال الجو ممطرا. فالأول اسمها والثاني خبر ما زال منصوب. عرفنا عمل كان وأخواتها، أما الآن فنأتي إلى عمل إن وأخواتها، وهي عكسها تماما، ونربط أيضا القاعدة بآية. يقول الله عز وجل: إن الله فعال. أصل الجملة الله فعال، فدخلت إن فنصب الأول إن الله، فاسم إن، الله اسم إن منصوب، فعال خبر إن مرفوع. نحفظ أيضا أخوات إن، وهي إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل. ولا نخلط بين إن وأخواتها وكان وأخواتها، فإن وأخواتها ستة محفوظة التي ذكرناها قبل قليل، وأما الباقي فهي كان وأخواتها. والعمل متعاكس، فإذا ما نسي الطالب القاعدة عليه أن يأتي بالآية ويطبق. هناك بعض الطلاب من يخطئ حينما يتغير تركيب الجملة ويأتي الخبر شبه جملة مقدم. مثال ذلك حينما نقول: إن للرومانسية ألفاظا جميلة. إن للرومانسية ألفاظا، يخطئ الطالب ويقول: إن للرومانسية ألفاظ. لماذا أخطأ؟ لأنه نظر الجملة على أنها مرتبة، اسم إن في الأول ثم خبر إن في الآخر. ولكن ننبه الطالب إلى أنه إذا كان شبه الجملة
يجوز أن يتقدم شبه الجملة وهو اسم إن على الخبر. فترتيب الجملة إن ألفاظاً للرومانسية، وبالتالي نقول إن حرف توكيد ونصب للرومانسية جار ومجرور شبه جملة خبر مقدم، ألفاظاً اسم إن مؤخر. أحبابي الكرام، أكتفي بهذا الجزء في هذه المحاضرة، وموعدنا مع تكملة المحاضرة في الجزء الثاني.